صفاء فهمي وخنا من بيرسيفي عندنا فرن صمون حجري وهي اول مرحله الوزن وتقطيع وبعدين ندوس الصمون ونغبس وننطي للعالم. زكي آدم أبو ألنت من أهالي زاخو، أشتغل بقرية بيرسبي أفران بيرسبي. إحنا نسوي أربع أنواع الصمون. نبدأ أول مرة بالعجين، نصعد العجين، نقطع أربع أنواع: خبز تركي، صمون مدور، وصمون المطاعم صغار، وصمون مال أهالي الكبار. ويبدأ وراها مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة يبدأ بالدوس، ورا ما نخلص الدوس يجي مرحلة الخبز.